نصائح صحية لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان. 5 طرق غذائية ناجحة للاستفادة من الصيام في تخفيض الوزن بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس. ترطيب الجسم. ينصح خبراء التغذية بتناول كميات جيدة من الماء لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، ويمكن تضمين ماء الليمون أو ماء جوز الهند أو اللبن الرائب في نظامك الغذائي لتعزيز خسارة الوزن في فترة الصيام. استهلاك الفواكه الموسمية. يوصي الخبراء بتناول الفواكه الموسمية مثل المانجو والعنب والموز على شكل سلطات وعصائر لأنها تساعد على الشعور بالشبع، حيث تحتوي الفواكه على سكر طبيعي وتمنحك المزيد من الألياف والحديد وفيتامين B6. التقليل من تناول الكافيين. الكافيين يسبب الجفاف، والذي بدوره يسبب المزيد من الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام، وينصح بالامتناع عن تناول المشروبات الغازية لأنها تحتوي على الكثير من السكر والمواد الاصطناعية، واستبدالها بخيارات أخرى مثل الشاي الأخضر أو شاي الليمون لأنها تعزز خسارة الوزن. الامتناع عن الأطعمة المقلية. اختر الوجبات الخفيفة الصحية المصنوعة منزليا مثل الفواكه الجافة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والزنك، ويمكنك تحميص المكسرات مثل بذور اليقطين والجوز واللوز وبذور البطيخ والكتان في القليل من السمن أو تجفيفها. إنه خيار صحي لتناول الوجبات الخفيفة بدلا من تناول الأطعمة المقلية أو الزيتية. يجب تناول حفنة من المكسرات. وأخيرا جرب أرز السمك. أرز السمك هو نوع من البذور الخالية من الجلوتين، ويحتوي على كميات كبيرة من الألياف والمعادن. ونظرا لأننا نمتنع عن دقيق القمح أثناء عملية خسارة الوزن، فمن المهم التأكد من حصول الجسم على جرعته من الألياف. لذلك يعتبر أرز السمك هو الأفضل لأنه مليء بكمية عالية من الألياف والمعادن الأساسية كالحديد والمغنيسيوم. لرعاية البرنامج اليومي بيوتي أند كير، الاتصال على الرقم التالي. علامتك التجارية هنا. أنواع وأسماء منتجاتك. أرقام التواصل الخاصة بك.